خدني على مرقاب المديرية. حاولنا نصلحه ما قدرنا. شو بدك ايانا نرجع فرد مش هنقول عنا مخربين؟ طيب اعطيني فرصة، انا متأكد اني بقدر صلحه. طالما بالصناعة قالوا لنا ما بتصلح، بده قطع غيار من الشركة اللي صنعته، شو انت افهم منهم؟ ما في حدا افهم من حدا، الموضوع وما في اني انا عامل دورة عليه، وصرت اعرف اعطاله، انت بس خليني احاول، اذا لازم له قطع غيار طبق له اياها، انت بس اسمح لي. ما هسمح لك. أصلاً أنا بدي إلغي ورشة التصليح بالمديرية وأرجع أصلح الصناعة. طبعاً أحسن، فاتورة رايحة وفاتورة جاية، والله بيعلم شو بتسجل فيها. يا رب نفسك وزين كلامك، أنت عم تحكي مع رئيسك فهمت؟ وتفضل بقى المفروض الشباب. تفضل. مين سيادة المدير العام؟ أهلاً وسهلاً أحمد سيدي. تفضل تفضل لهون سيدي، تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك سيدي، أهلاً وسهلاً. شو اخبار المرقب؟ تمام سيدي، كله تمام. والسيارات؟ جاهزة سيدي، كلها جاهزة. إذا بدكم سيارة تاركة سيدي في زيادة. لا شكرا، بس قل لي شو أخبارك بعد؟ عم يداوم؟ داوم سيدي داوم. وعم تشغله مثل ما وصيتك؟ ما عم خليه يرتاح دقيقة وحدة. على طول حامل الليفة والسطل ومن سيارة لسيارة. برافو عليك، لكان خلينا نستفيد. تفضل سيدي، تفضل. بوس ايدك سيدي تعفيني من الشغلة. اخ انا معي ديسك بظهري وما خرج هالشغلة منوب، فيا ريت ترجعني على المديرية. بس انا شايف انه هالشغلة لا بنت لك منيح. ثقتي فيك كبيرة يا برعد، انك رح تخلي سيارات المديرية تطوي ضوي. اي مو حلوة سيارات الشركة تمشي بالشارع وهي موسخة، مو هيك؟ مزبوط سيدي، بس اللي دلك علي ما نصحة، في غيري احسن مني بكتير لهالشغلة. شبو الشغل؟ ما في شيء سيدي، ما في شيء. إيه لا في، اكيد صاحت لك شيء زحطه وانت عم تغسل السيارات جاي تطب على خلقتها. يا ابو رعد دير بالك، العمر مو بعزقه، اوعى تصحط. حاضر سيدي، ما بصحط. لطيف تعال سيدي، سبيني على مكتبك حضر القهوه لبين ما كمل جولتي. حاضر سيدي، حاضر. رايك اوعى تصحط. الله بعتك لفشل لك خلقي. في باص جديد اجانا هديه، ما صار له سنتين بالمرقاب. طلع عليه شوفير غشيم قام نزعه من اول مشوار. عرضت على رئيس المرقاب انه يصلحه وطبق له القطع اللي لازمته،
ما رضي. ليه؟ رئيس المرآب ما بده الباص يتصلح لأنه سهره عنده ميكرو صغير، دبر له عقد مع المديرية مشان يشتغل بدال الباص المعطل. طبعاً من مصلحتهم إنه يضل الباص معطل. أنت واثق إنك بتقدر تصلحه؟ سيدي أنا عامل دورة على هيك باصات. بعدين لا بدي أجرة ولا بدي مكافأة. بصلحه ضمن الدوام اللي عم بقبض عليه معاشي. يعني ما راح خسر المديرية شيء. خلص السيارة اللي بين إيديك وقول الله. يعني صار فينا نقدر نصلحه سيدي؟ بتصلحه وإلك مكافأة. سالم خليك. لطيف. اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا، تفضلوا. انت عمالك شلون عم يطلعوا يوزعوا المرآب؟ سيدي في ميكرو قطاع خاص رخيص وماشي حاله. ليش ما ادري؟ شو سيدي؟ انا فسخت عقد الميكرو اعتبارا من اول الشهر الجاي. ليش سيدي؟ حدا شكى لكم عن ميكرو شيء؟ يعني في هيك شيء ما عم يسعهم، صغير شوي واحيانا عم يقطعوا. سيدي مو الحق على الميكرو، الحق عليهم هن اللي عم يتاخروا لحتى ما عم يلحقوه. مشان هيك انا بدي احرمهم من الميكرو نهائيا وخليهم يطلعوا ينزلوا على حسابهم. على فكره انت بتطلع وبتنزل مع عمالك بالميكرو؟ بالحقيقه سيدنا في سياره مهرهره بالمرآب. قلت احسن ما تضل واقفه تحت الشمس تصدي. عم بطلع وانزل فيها على البلد. ليش ما دريت؟ بشو سيدي؟ السيارة اللي عم تحكي عنها نسقناها. بس حرمت نسخون سيدي، لساتها جديدة. هلا قلت لي انها مهرهرة. سيدنا هي مو مهرهرة ولا جديدة. عم تقضي غراض وماشي حالها. مزبوط، بس اصلاحها كثير وعم تكلفنا زيادة. بلاها احسن. بعدين سمعت انك عم تستغل سيارات المديرية لاغراضك الشخصية. طيب سيدنا، إذا باص المديرية معطل وميكرو القطاع الخاص فسختوا عقده والسيارة الصغيرة بدكم تسحبوها مني، أنا بشو بدي أطلع وأنزل على البلد سيدنا؟ مثلك مثل العمال التانيين، بكرة بس يتصلح الباص بتطلعوا وبتنزلوا فيه. ومعليش عود الدم. تسلم وديات يا أبو صالح. الله يسلمك. عم عزبك معي أنا. ولو أنسي أمل، تعي لعندي شوي. ايوه استاذ. انسه امال، مين المسؤول عن استلام المواد من لجنه المشتريات؟ الاستاذ ابو حامد. طب اطلبي لي اياه على التليفون فورا وحولي لي اياه. حاضر. انت اعمل مثل ما عم اقول لك وعلى مسؤوليتي. سيدي حتى لو كانت الاغراض سليمه؟ حتى لو كانت الاغراض سليمه. حاضر استاذ. بس يعني نفذ اللي قلت لك عليه. كمان مرحبا ابو حامد. شو قصتك اليوم عم ترفض الاغراض؟ مالك بالعاده؟ اخي انا ما بستلم اي غراض الا اذا كان مطابق للمواصفات. وهي مروحة سقف ثلاث شفرات، شغل وطني نوع اول، مثل ما جاي بطلب الشراء. صحيح، بس شفراتها مو مضبوطة. شلون؟ ما سمعت شو قلت؟ شوف الخط هذا ماله متعامد مع خط الافق. بعدين انا كاني ملاحظ انه شايف في شفره اضيق من شفره. دخلك؟ وشلون عرفت مازال ما استا؟ الشغله مبدا ياس، واضحه مبينه بالنظر. حط هي على هي بتلاقيها واضحه، فارقه من هون ميليين ومن هون ميليين، واضحه؟ هلا مشان ميليتين، بدك تفركس لنا الشغله؟ هدول الميليين المعاجبينك بخربطوا جريان التيار الهوائي كله بالاوضه اللي بتتركب فيها،
وهالشيء هاد بيعمل وجع راس عند الموظفين. عم تحكي جد؟ طبعا عم بحكي جد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهدول كمان مرفوضات. ليش بقى؟ شو بالبطاريات كمان؟ باين عليهم نص عمر. ها؟ وكيف عرفت انه نص عمر؟ حضرتك صاير خبير بالاعمار؟ لا بس مبين من لونها انه مو تمام. شو بو لونها؟ بطارية جديدة سودا وطنية، شو بده يكون لونها؟ سودا. وهي سودا. مزبوط سودا، بس مبين من لونها انه بلاكاتها مو تمام. يا حبيبي، شو انت فحصت البلاكات؟ ها؟ ممكن تقلي كيف عرفت انه بلاكاتها مو تمام من دون ما تفحصها؟ انا عيوني بتصدر اشعة سينية، بتخترق البطارية وبتكتشف بلاكاتها. يا حبيبي العين تحرسك شو فتح. يخرب بيته يخرب بيته، متنح متيس فرتة تيسة. المهم هلا شو بدنا نساوي بالاغراض اللي عنا؟ ما قلنا غير نرجعه ونشتري غيرهم، وعوضنا على الله هالمرة. ها؟ عوضنا على الله؟ المرة الماضية قلت لكم مدوا ايديكم شوي لابو حامد، ما حدا سمعني. ولك مدوا ايديكم ما حدا سمعني. هيا عصلاش، ومن هذيك المرة حاسه بده عصلاش، وهيا عصلاش بطلوا. غريبة، بوش مين متصبحين اليوم؟ لك طلعت من البيت قبل ما اشوف مرتي. ما في غيره، ناصر افندي. يا سيدي هذا وشه نحس، يا طول عمرنا بنسلم ونشتري ما بيصير معنا هيك، هي اول مره بيصير معنا هالشغله. ايه بس ناصر افندي ما تدخل بشغلنا. كلام سليم صحيح. انا حاسس انه له ضلع بالموضوع. ايه بحياته ما عاد يطلع معنا مره ثانيه، مو تكون واسطه الاستاذ ممدوح، إيه يكون المدير العام بذاته. ابري عليك ابو مفر. استدينا استدينا شيء. في شيء؟ لا سيدي ما في شيء. شلون هالموظف الجديد معكم؟ ماله ماشي حاله بنوب. حمار عجنكم. هالشغله مو خرجوا. ليش شو عمل؟ كان ممكن يورطنا ونشتري بالغالي، ويكلف المديريه مصاريف اضافيه ما لها لزوم. غير هيك لو تركناه بالسوق لحاله كان ممكن يبيعوه بضاعة ستوك منزوعة. لساته غر، هالشغلة مو شغلته. لجنة المشتريات بدها ناس عندها خبرة، وإلا التجار بغشوهن. معلومكم سيدي ما في أشطر من التجار، وإذا ما كنت أشطر منهن بياكلوك سيدي. وإن شاء الله توفقتوا اليوم بالمشتريات وما خليتوا حدا ياكلكم. أعوذ بالله، مين بيقدر يضحك علينا؟ درنا السوق كله ما خلينا محل إلا وسألناه عن الأنواع والأسعار، واشترينا أفضل الأنواع بأرخص الأسعار. عظيم، الله يعطيكم العافية. سيدي صحيح بدكم تشكلوا لجنة مشتريات جديدة؟ شو؟ أوامل لحقتوا تسمعوا بالخبر؟ معناها كلام ناصر صح. شو قلت؟ عم بقول إذا كنتم مصرين على أن الأستاذ ناصر يضل باللجنة، أنا بدربه وبعلمه وبفهمه كل أمور الشغل، وبعتقد بيطلع منه شيء. سيدي ليش ما تنزل اسمه بدال الأستاذ سليم؟ وليش مو بداله؟ إيه صحيح، هداك واسطته طارت، أنت واسطتك لساتها شغالة. على كل إن هذا شغلي أنا، بشيل اللي بدي إياه وبعين اللي بدي إياه، ولا شلون؟ مثل ما بتقول سيدي. أخي هالبني ادم انا ماني مرتاح له بنوب، حاسس انه وشه نحس علينا. معقول اللي عم يصير معنا؟ معقول اللجنه امبارح ترفض تستلم المشتريات، واليوم يحلقوا لنا ويقولوا لنا ضيبات؟ في شيء مو طبيعي. ما نكون حاسين انه الشغله مو طبيعيه؟ موظف منقول جديد يتعين باول يوم بلجنه المشتريات، بعدين المشتريات ترفض، بعدين انعزل كلنا. هي شغله بسيطه يا سيدي. انا اللي محيرني اكثر انه سيد ناصر الزفت ما له اسم باللجنه الجديده. تدبرها لشوف. طيب اذا هو ما له يد بالموضوع، مين اللي كان له يد بالموضوع؟ ما حدا رح يحل هالغز غير الاستاذ ممدوح. شو؟ وين راح صاحبك؟ على جزيرة الكنس. ها؟ بدريت وصلني نسخة عن القرار. وشو رأيك؟ اللي بالأول عاملين لكم شي عملي ومو حابكينا منيح. ابدا مثل العاده. إذا كان شو درى المدير العام؟ ما في غير ناصر. ومين هاد ناصر؟ لك هذا ناصر موظف جديد اللي انتقل لعنا، حطوا معنا المدير العام بلجنه المبايعات، عضو ملازم.
ما عرفته. ايه وهذا شو دخله بقرار عزلكم من اللجنة؟ هو اصل البلا. ايه وهلا شو بدنا نساوي؟ ايد بزنارك تحكي لنا مع المدير العام بركي بيغير القرار. انا ما بقدر اوعدكم بشيء. لازم بالاول شوف المدير العام وافهم منه شو القصة. قيمة هالكتاب وتعا اشرب قهوة، خلينا تحكي لنا كلمتين. على مهلك علي، وحدة وحدة. ألو بدك ساويها بالأول قيم الكتاب ولا نحكي كلمتين ولا اشرب القهوة؟ خليك جدي واسمعني. إيه أنا جدي. تفضلي، كلي آذان صاغية. شو منشان حفلة بكرة؟ يعني ضرورية الحفلة. هاي الشغلة خلصنا منها، ولا اللي بدنا نقوله منعيده؟ حاضر، أوامرك. أنا عزمت كل رفقاتي ووصيت على الأكل والضيافة من برا، كله جاهز. كتير منيح، معناتها شو لازمك؟ سلامتك، بس عم أقول لحالي يعني بتحب أدفع حق الأغراض أنا ولا خليوني يبعثوا لك الفواتير على الشركة؟ لك شو دخل الشركة بالحفلة؟ طبعاً دفعيهم أنت. إيدك لكان. شو بقى؟ إيدك على المصاري. وقديش المبلغ؟ بعتقد شي 50,000 بكفي. 50,000 شو؟ شبك انتفضت؟ يلي بده يعمل جمال بده يعلي باب داره. 50,000 وهي مختصرة كتير. إذا بدي أعمل مثل ملازم 100,000 ما بكفيك. أنا لا بدي أعمل جمال ولا بدي أعلي باب داري، بدي أعمل قطاط هيك نيع ونيع ووطي. لك ما أقول لك هان كل وحدة قطعة جاتو كاسة عصير ب50,000 ورقة، لك إيش وعزمة نسوان القطر كلهن؟ الجماعة معزومين على بيت مدير عام، وبدك ياني ضيفهم قطعة جاتو كاسة عصير؟ مو حلوة؟ بدك ياهم يطلعوا يحكوا علي وعليك؟ أنا رتبت الأمور ووصيت على بوفيه مفتوح بيرفع راسك تمام. لك هيك بوفيه ما بتخلي لي راس منه؟ أنا معاشي، لك ليه بدي أتحمل هالمصاريف؟ ما بكفي هي الشغالة، عم تلطش ثلاث أرباعه. لك منين بدي أجيب لكم مصاري؟ أنا منين؟ ومين قال لك تصير مدير عام؟ الحق علي. قلي لي عن هذيك الساعة اللي صرت فيها مدير عام. شوف شوف الأسوارة ما أحلاها. شايف؟ مسيك؟ شوف الخاتم الألماس بجنن. شايف ما أحلاه؟ هلا هدول كلهم هدايا؟ ولسه الخير لقدام. تعرف أنا لازم كل شهر أعمل لي حفلة هيك. ما خطر على بالك تفكري انه ممكن يطلبوا شيء منك مقابل هالهدايا هاي؟ ما في شيء، طلباتهم كلها بسيطة، وانت قد وقدود. يعني طلبوا؟ خذ اقرا. لا هدول بسيطين. يرجى التوسط لدى وزير التموين لتعيين ابن اختي مراقب تموين. جورجا التوسط لدى قائد الشرطة لنقل ابني الكبير إلى شرطة المرور دراجات. ليش مكرك عليها هي دراجات؟ جورجا التوسط لدى السيد وزير الإعلام لتعيين ابن عمي كبير مخرجين. ملاحظة، ابن عمي خريج ميكانيك. لا بسيطة هي الطلبات، شو الحكي. في شي طلبات تانية كمان؟ طبعا رح تلبي لهم كل طلباتهم وما رح تكسفني قدامهم، ما هيك حبيبي؟ ايه ما حزرتي. لكن شو رح تساوي؟ شو؟ عجبتكم ولي على قامتها على هالعيون اللي ناتعتوا. ايش وحشه مثل عيون الغزال مثل حبس الكرم. مدام ما قلت لك قبل ما تروحي يبعث لحم على هالطول اللي عندك خيب مثل عود الخيزران. طيب دخلك وشلون لقيتي لي منطقه يي على هالمنطقه. اهلين نهى خانو.
الحمد لله. شلونك انت؟ شو؟ ان شاء الله عجبتكم الحفلة؟ على فكرة ميرسي كثير على الصورة الحلوة. معقول انت تجيبي شيء مو حلو؟ بس والله ما كان في داعي تغلبي حالك. ان شاء الله مردي لك اياها بالافراح. كيف؟ اي طبعا قريتها وعطيتها لابو طارق. لا لا اطمني، اعتبري الموضوع منتهي. مو تكرم عينك؟ شو هالطلب البسيط هاد؟ ولو؟ لا لا ما رح انسى، خلص انا بذكره، تكرم عينك. ان شاء الله. وانت كمان شرفينا نهى خانم. يا اهلا وسهلا. الله بتجنن. هي من مين؟ من نهاد. مزوقة. لسه شوفي هالعقد ما احلاه. فعلا حلو. ورجيني يلا شوف عليكي. بياخد العقل. وهذا من مين؟ هذا من اعتدال. دخلي سعاد شو هدتك؟ هدتني خاتم الماس بجنن. تفرجي. حلو. يا هيك الخواتم يا اما بلا. منيح اللي سمعتي كلامي وعزمتيها، كان راح عليكي هالخاتم. وشو جاكي كمان؟ سلاسل وحلاق وطواق وشغلات كثيره، بس هدول المحرزين بيناتهم. ان شاء الله مباركين يا رب. الله يبارك فيكي. بتعرفي اختي؟ انت لازم كل شهر تعملي حفله. او شو بتكون المناسبه؟ بدون مناسبه. يو لكن على شو بدي اعزمون؟ اخترعي لك مناسبه. عيد زواجكم، عيد ميلادك، عيد ميلاد طارق، عيد ميلاد مها، عيد الحب، عيد الشجره. حتلاقي صندوقك معبى ذهب. بس يا سميرة هالهدايا اللي عم تجيني مو هيك لالله. ورا كل هدية في خدمة وطلب. طبعا لكان حدا بيرمي هيك مصرياته بالهواء بدون ما يستفيد منها. وبعدين دخلك شو رح يكون بدك؟ واحد بده يتوظف، واحد بده يترفع، واحد بده ينتقل. جوزك بحل هالطلبات بجرة قلم. ميرسي كثير على الخاتم. كلك ذوق. ان شاء الله بنكافيكي بالافراح. اياسو طلع منيح. لا شو تبدلي؟ عم اقول لك اياسو طلع منيح. الله يسلم الايدين. كيف؟ ايه طبعا قريتها. وعطيتها لاحمد. ووعدني يهتم بالموضوع. لا لا اطمني. ولا يهمك. بس يمشي الحال بخبرك على طول. أعوذ بالله شو الحكي اللي عم تحكيه؟ بدنا خدمة تحرز، مو تكرم عينك؟ إن شاء الله. وأنتو كمان شرفونا. يا أهلا وسهلا. أهلين الله معك. لك يلا بحيتي بحيتي. سلام عليكم. معك ليرة؟ ما معي ليرة. ولا أنا معي، معناتها بيبقى لك بزمتي 4 ليرات. مسامح، مشيني بس. تسلم. تفضل. اللي بعده. تفضل. ١٣٨ ليرة. حاضر. هي 138 ١٠ ٢٠ ٣٥ هي 38. شاطر يا عيني عليك. ريالين حاسبها على البنز. شو قلت؟ ما دخل. تفضل. يلا يا خوان. تفضل. ليرة منه شفته؟ سمعنا. 90 ليرة و20 قرش. ايه تكرم. شو اللي يكون حاسبها؟ هي 95. يسلمون. يسلمون. 95. يسلم والدين. فين الباقي؟ الباقي؟ ما معي فراطة، معك ليرة؟ لا ما معي ليرة. هي ولا أنا معي. روح جيب فراطة وتعال. هلا أنا لازم تكون معي الفراطة ولا الفراطة لازم تكون عندها؟ لك أخي منين بدي أحلكم؟ شو شايف عندي نبأ؟ هلا إذا كان يروح جيب اسمع. إذا كان يروح جيب ليرة مشان وقف ساعة بالدور.
لا اخي مسامح، الله يسامحك. هوني اللي بعده تفضل. اخذتنا هذيك شي، خذ الكمانين. اي ماشي. 245 ليرة على عيني. 240 45 هاي 250. الله يسلم هديك. اعطيتك 250. ايه مزبوط. يعني بقي لي 5 ليرات. ايه هاي الخمس ليرات حق الطابع. طابع شو؟ يعني لازق كل الطوابع المعاملة. حبيبي هذا الطابع مشان مكافحة الايدز. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مثل الميشار، على الطالعة بتاكلوا وعلى الناس اللي بتاكلوا. شو عم نعيدك عمي؟ شو بدنا هي؟ 71 ليرة و45 قرش. شو قلت؟ 71 ليرة و45 قرش. ايه على عيني. تكرم عينك. 70 و40 45. قلنا 10. لك ابعد، انا بدفع. بدك تاخر العالم، انا بدفع. شو قلت؟ لك بدفع له بعدين بحاسبك. انا خذ عمي مشون احسن. هي 100 ورقه. 71 ورقه و45 قرش. 70 امسك شوي. هي 25 قرش. مهونه. وين مهونه لك عمي؟ بيانا 3 ورقه و55 قرش. ايه ما معي فراطه؟ شفت عينها؟ لا في معك فراطه، افتحوا هذا الدرج. مو شغلك. شو مو شغليك عمي؟ اعطينا حقنا. شو مو شغلك؟ اخي هاي ال 100 ليرة، هات ال 25 وهات الوصل، روح جيب 71 ليرة و45 قرش وتعال خذ المعاملة تبعك. بجيبهم بجيبهم، رجع لك انا بجيبهم. ايه روح. استناني راجع انا. شو قلت؟ لك استناني. اخي ليش عم تعيط؟ بخش لي طبلة اذني. 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 صرفنا الخمسة. صرفنا الخمسة. ما صرفتها؟ دبرنا الخمسة. ها؟ فراطة له فراطة؟ ايه فراطة. صرفنا الخمسة. على عيني. ها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بيا ورقة. أنا هيك بصرف 5 بـ4 بدك ما بدك خذ 5 تو. لك لا بدي، ليش هيك عصبي أنت؟ خذ الورقة. حلال عليك أحسن ما أخذها هداك. اسمع لإلا. فيك تصرف لي الورقة بدون عمولة؟ ايه على عيني. ايه تسلم. تفضل. يا يسلموا. بس ليش صار يخلك لك عمي؟ لساتك بأول عيشتك انت. يلا يلا. 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 5 بـ4 اوعدك عمي اوعد. اجت الفراتة بعد. اجت الفراتة اوعد. هي 71 ورقة ونص. مسامح بالفرنك، خليها تبين معك. خير خير كثير ما شاء الله حولك. 71 و45 تستاهل. تفضل. ايه ادينا المعاملة. خذ هي المعاملة. ايه يلا عمي كرر. لك يلا يلا فيه. لك شو هالطوش اللي عم تسوي لنا يا هون؟ يلا عمي يلا تعال. عم شو الناس هي؟ العمى ما قدناها. هلا عرفت انا منين بيصمدوا وبيشتروا بيوت. هات معاملتها. إذا قلنا وسطياً عم يطلع له من كل معاملة 3 ورق، بيمرق على راسه أقل نهار 200 معاملة، 3 ضرب 200 600 ضرب 3 بيطلعوا 18,000 ورقة بالشهر، يعني قد معاشي على شهرين. ما فهمت عليك. هلا وقتك أنت، امشي خلينا نلحق المديرية العامة. امشي. اللي بعده. امشي. استاذ اهلا وسهلا. اهلين ناصر. قل لي راجع، كنت استنيتك. كفو يا سيدي. والله تسلم استاذ. اذا ما مشي الحال تلاقيني هون انا بانتظارك. كنت خيرك. شان المعامله يعني؟ فصحنا بشوفتك نحن. استاذ فصحنا بشوفتك نحن. عليك فريد. احنا رحنا حبيبي عليك استاذ. الحمد لله. صفراوي كانك عفرائي نامي. هي من وش صفراوي كانك عفرائي نامي. اتفرى ابدا من
السلام عليكم. اهلا وسهلا، دفعت الرسوم؟ ايه دفعنا سيدي، غي الوصل. انت شو؟ دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. خذ راحتك، مانا مستعجلين. مستعجل؟ شو عمو؟ نعم. حليتها؟ هات لشوف. الله يرضى عليك. يا سلام تلميذ نجيب، يا سلام. عمو أنت رائع، إن شاء الله بدك تنجح هالسنة. عمو بتنقل المسألة السابعة والثامنة وتحلهم بالبيت، بكرة بتيجي لهون لشوف لك ياهم. خاطر. مع السلامة. سلم على الوالد عمو، قول له عمو هوية بيسلم عليك. الله يسلمك. الله يحفظك. شاطر، انا بيعرف يسغرس ان شاء الله. ايه ايه ايه، اهلين اهلين. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ طلاب يعني عندهم فحوص ولازم نساعدهم. صدقني مالك علي يمين، بطلع من هون باكل لقمه وبلش بفتل من بيت طالب لبيت طالب. اي نعم، وما برجع للبيت للساعه 10. الله يقويك. بس شو مش هالمعامله تبعنا؟ على عيني. يا اهلا وسهلا، شرفتني حبيبي. ها دفعت الرسوم، هاي الرسوم اللي صار حبيبي. هذا اللي عملته شيء كثير حلو وظريف. ان شاء الله بكره تجوني مثل هلا بكون معامله جاهزه خاصه. لك يا اخي شو بكره؟ بكره مالك شايفه رح يفرط بين ايدي. دبرنا اليوم، دبرنا. كان على عيني، صدقني كان على عيني. بس هي بدها توقيع المدير، والمدير ما بيوقع البريد الا الساعه 10. ها ايه. طيب انت مشيها من عندك وانا بوقعها من مدير العهد. اخي ما بقدر امشيها، فيها مسؤوليه. بعدين يا اخي انا مشغول، خلوا عنكم نظر. شو بكون مشغول؟ عندي مشاغل بس شغلتكم يعني. معك لا تؤاخذنا، بس تسمع مني هالنصيحه. تفضل. مره ثانيه لما بدك تعطي درس هذا تبع فيثاغورس، ايه شو رايك تسكر الباب وتكتب عليه من برا ساعود بعد قليل؟ بكون احسن. تكرم عينك، رح اعمل بنصيحتك. بكره مثل هلا. بكره مثل هلا ان شاء الله. امشي عمي، مع السلامة. شو قلت؟ سيك شب أنا؟ ايه امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابن وش الصفراوي. يلا شباب، ما يلي على بهلك. شو ايه؟ يلا يلا يلا. شو؟ طلع الدرج؟ ايه درج شباب. اوه كل هاد بده يطلعوا. شو لك بدك يا هوينس اللي عندك؟ يلا لا لا لا، بطلع بطلع. بس على بهلك. يا ريت يا ريت تسندي شوي بايدك. يلا بإيدك الله يخليك. ساندك طفي لي بهذا شوي. أي لك شو؟ أي شباب صوتك شاب. أي شباب شباب. أي شباب. بابا تحب شيء؟ بابا فيه بابا فيه ما عاد فيه. لا ما شاء الله مثل البن. مثل البن ما شاء الله. مثل البن. يا حلوك شوي حتوقعني. شدك محني هون. انت كم وحده بالجوال؟ انا ثلاثه على عصمتي. ثلاثه وعلى عصم الله لا يوفق. ثلاثه. هري لكان هري، انا وحدي عم برجع لورا. هري. شو قلت؟ لك هري. لك طويل بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. غلط يا ابني غلط. هاي المسألة مو هيك بحلوها. لحتى يحلوها لازم نعرف طول ب جيم، ولحتى نعرف طول ب جيم لازم نطبق نظرية فيثاغورس. تعرفها؟ يمكن سمعت فيها بس نسيانة. هي طبعا نسيانة، لأنه آخر عقلك الدوري العام والطابق. ذكرني فيها سأ. ما بصير ذكرك فيها يا ابني، أنت لازم تعرفها لأنه أنت اللي بتقدم الفحص مو أنا. استاذ حتعجز اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلي عنك عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة. ممكن تشوف لي المعاملة وأنا بحكي له عن هدف فيثاغورس. أنت شو بفهمك بالرياضيات؟ طيب هلا أنت الله يرضى عليك، شو بدك أنت؟ أنا بفهمه الدرس، أنت شوف لي المعاملة. ليتي ابني الله يرضى عليك، خذ كتابك وبتطلع على نظرية فيثاغورس بتفهمها وبتيجي لعندي الدرس الجاي فهمانة حافظها. فهمت؟ فهمت استاذ، شكرا. عفوا. بكره بيجي لعندك ابي وبيحاسبك. ايه مع السلامه. شوف لنا المعامله معيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. خذ عمي، شوف لنا يا هي بيمشي حالها بلا فيثاغورس، دبرها بارخميده. عم تخفف دم يا ابي؟ لا عم بتغلظ يعني عم بتسال. المعامله ناقصه. وين ايصال دفع الرسوم؟ ما بعرف لانه المعامله مو لي لرفيقي. لحظه لاساله. سيب تعال. وين وصل دفع الرسوم؟ شو قلت؟ دفعت الرسوم. يا على مهلك شويه.
ما دفعت شيء؟ ما دفعنا. ايه خذوا ادفعوا الرسوم بالمديريه الفرعيه واستعجلوا لكم شوي لانه الصندوق بسكر الساعه 12 ونص. فهمت؟ هيك على عيني خاطرك اينشتاين. مع السلامه. هذي يلا هذي ثلاثه امشي. الله ونعم الوكيل. مين اجانا هذا؟ عندك تاكسي؟ ايه معي تاكسي. ايه فاضي فاضي؟ هذا خامس طلب باخذه على الفرعيه. شو عرفك انه رايحين لهني؟ انا موظف لهني. شلون موظف بيشتغل على التاكسي؟ اضافي. ايه اضافي وقت الدوام. لك سيدي مين مدور على الدوام؟ منفوت بكير منوقع وهذا وش الضيف. اطلع حجي اطلع. اطلع يا فريد. يلا 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 يا فريد يلا. يلا. ليش ما بتترك الوظيفة وبتضلك عم تشتغل على التاكسي؟ لك ليش لا اترك الوظيفة؟ بحصة بتسند جرة وبعدين بلا ما نقول شعرة يعني بتعرف انت استاذ الوظيفة منيحة لقدام شان تقاعد. قديش صار معفيني هدول؟ هات هاي 25. طيب شلون المدير ساكت لك المدير؟ المدير المدير ما انه عرفان حاله بقديش ابنوه كل همه يعبي جيبته وعلى شفق. طيب اسمع لقلك المدير العام شلون ساكت لك؟ لك مديرنا العام جديد دكتور ما بيفهم امور الشركه شيء. بدك تقول خيطي بيطي ما. طيب شيخ عمي قديش طلع العداد؟ 35 ورقه. عيني معك انت يا فريد. انا والله يا فريد. يا السلام عليكم. اهلا اهلا الي ولا الو؟ اهلا وسهلا. شرفوا عمي. شرفوا سيدي شرفنا مزبوط. خمسه استاذ. خمسه يلا. خمسه مشان شو؟ الله يعطيك العافيه. شو الاسم الكريم؟ محسوبك لبيب الناصح. ترى نحن انتصحنا بشوفتك. الله ينصحك. هون يا عمي. يلا فريد. وصلنا استاذ. لا يعطيك العافيه. والله يا عمي صعب علي. استناك. لا شو السلام عليكم. مرحبا استاذ طلال، ممكن اعرف المدير شو بده مني؟ هلا بفوت لعنده وبتعرف. استاذ طلال الله يخليك، اذا في شيء ينورني لرقي حالي واعرف شو بدي احكي قدام المدير العام. لو بعرف كنت قلت لك. بالظاهر عامل لك شيء عمله ودريان فيها المدير العام. لا 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 ابدا ابدا صدقني استاذ طلال ابدا ما في شيء بالمره. اذا ليه خايف؟ قال ليش خايف؟ قال مجرد الفوت لمكتب المدير العام رجلي بتوصف اصلا. يا عود 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 افتح لك شوي. حاضر. يا حسرتي عليك يا عبد العظيم يا حسرتي عليك. هذا انت هون؟ اوامر حقت تشتكيني للمدير العام يا فساد؟ شفتني مالي فاضي حك راسي يا اخي الطلاب عندهم فحص؟ شو في اذا قلت لك تعال بكره يعني خربت الدنيا؟ ها؟ خربت الدنيا؟ لا عفا على هالناس هي. قل لي شو قلت له للمدير عني؟ احكي. شو قلت؟ يا حبيبي كملت المدير شو قلت له عني؟ قالوا المدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المدير يلي جوا لا شفته ولا شافني. لك ليش قاعد هون؟ شو قلت؟ سلامتك ما في شيء. عم أقول يا حصرتي عليك يا عبد العظيم. رهدت شوي يا عبد العظيم. كذا راح لده. استاذ خلي عبد العظيم يدخل لعندي. حاضر استاذ. تفضل استاذ عبد العظيم المدير بانتظارك. جاك المهتم عليك الصلاه. تخيل يا حصلتي عليك يا عبد العظيم. سبت يا عبد العظيم.
سيدي، حضرتكم طلبتوني، مروا سيدي. اهلا وسهلا استاذ عبد العظيم، تفضل تفضل ارتاح. معلش سيدي معلش. شرف شرف شرف، ارتاح. شكرا سيدي. ثبت يا عبد العظيم ثبت. نعم. سلامة قلبك سيدي. ايه استاذ عبد العظيم، انا الحقيقة طلبتك لاخذ رأيك بموضوع. عبد العظيم وهوية تحت امركم سيدي، مروا. بس ممكن تقلي بالاول انت شو معك شهادات؟ اجازة بالرياضيات والفيزياء وعامل دورة محاسبة سيدي. بتعرف عم فكر استفيد من خبرتك باعتبار الامتحان على الابواب واعمل دورة تقوية بمادة رياضيات لابناء الموظفين بالشركة. شو رأيك بهالموضوع يا استاذ عبد العظيم؟ ما فهمت عليك سيدي. يعني منخصص غرفة من غرف المديرية بيجوا الطلاب وبياخذوا فيها دروس تقوية بمادة رياضيات وانت بتعطيهم الدروس. شو رأيك يا استاذ عبد العظيم؟ يا ريت يا استاذ، يا ريت. لو كنت فاضي ما بقصر، لكن وقتي كله مشغول بعد الدوام بالدروس الخصوصية. ومين قال لك انه انا بدي ساوي الدورة بعد الدوام؟ لكان انت سيدي اثناء الدوام يا استاذ عبد العظيم. اثناء الدوام؟ ايه اثناء الدوام. ليش مستغرب يا استاذ عبد العظيم؟ انا في عندي موظف هون بالمديرية عم يعطي دروس خصوصية اثناء الدوام، طالب فايت وطالب طالع والساعة عم تمرك ساعة. معقولة سيدي؟ أكيد حضرتكم عم تمزحوا. لا تخاف لا تخاف، وأحكي بصراحة الكلام اللي سمعته مني مزح ولا الصح؟ صح سيدي صح. ثبت يا عبد العظيم ثبت. شو؟ سلامة قلبك سيدي. ومين هذا الموظف اللي أنا عم بحكي عنه؟ عرفته؟ عرفته سيدي عرفته. وبرأيك شو لازم نساوي معه؟ سماح سيدي سماح، كتب السماح، مسامح كريم. طيب سامحتك كتر خيرك سيدي. بس قل لي يا استاذ واوية، مين اللي قال لك انه انا ما بوقع البريد قبل الساعة 10؟ بصراحة بصراحة ما كنت فاضي تمشي المعاملة، مو هيك؟ مزبوط سيدي. ثبت يا عبد العظيم ثبت. شو؟ ما بعرف ما بعرف يا عمي، والله ما بعرف. المدير العام قال بس يجي تقعد ترتاح عندي تستنى. شو قلت؟ عم اقول المدير العام قال بس تجي عود ارتاح استنى عندي. مشان شو؟ ما بعرف. انا المدير. المدير العام مديرنا مديرنا. ومنين بيعرفني؟ شو بيعرفني انا؟ بجوز حدا متوسط لك عنده. شو قلت؟ عم اقول عمو عود ارتاح لجيب لك كاسه شاي. عود ارتاح. كتر خير ارتاح. يا الله، بس وينك؟ إذا كان كازوزة بيكون أحسن، وخليها حمرة لو سمحت. شو قلت؟ يا حبيبي أمنت بالله على النهار، وش مين مصبح اليوم أنا؟ خربيتك يا عبد العظيم. فساد؟ شرف. شو قلت؟ شرف معي لأعطيك معاملتك، قوم شرف. لك أنا مهري شوي. أنا ما هيك؟ ما كنت مستعجل اشتكيتني للمدير شرف. يعني انتظر شوي لنشرب الكازوزة الحمراء بعدين بنروح. لك المعاملة ما بتطيب. اشرب الحمراء والخضراء والصفراء بس تخلص الحاني على مكتبي. خربت بيتي، راحت الدروس الخصوصية. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم، لا قصر بالطلاب مشان ما يجوا على الدائرة. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم. حاوضي على الله بلا كازوزة. لك وقف وقف وقف، مين بتجيح مني على الدرج؟ وقف الله يرضى عليك. شو هاي الخمسة آلاف ليرة؟ هيك طلع الحساب، والفاتورة مفصلة بكل شيء نزع الطاولة. ومين سوى الفاتورة هاي؟ المحاسب. محاسب؟ ليش محاسبكم ما عرف الفاتورة إنه؟ بيعرف طبعاً. بيعرف وسواها هيك؟ ليش فيها أي غلط الفاتورة الأستاذ؟ إذا فيها أي غلط قل لي، أنا بنبه المحاسب. حاكم هو جديد ولساته غشيم شوي بالمصلحة. إيه ها؟ بالأول قول جديد. على كل أنا شي نص ساعة بمرق لعندكم وبدفع الفاتورة. خير إن شاء الله. دريت موضوع فاتورة. إيه والله. ممكن نعرف شو الموضوع؟ والله الموضوع عادي وبسيط. هو الحقيقة ما في غلط ولا في شي أبداً، يعني لا تأكل هم. نعم. القصة ما فيها الوفد المصري اللي تغدى عندكم مع السيد مدير العام. نعم نعم. نحن هدول الوفد صرفنا عليهم مصاريف تانية. ايوه بتعرف جنابك، روحات وجيات ولهون ولهون، وزيارات للاماكن الاثريه وضيافات وهدايا تذكاريه. ايوه اي هالمصاريف النسريه ما بنقدر نجيب فيها فواتير.
نعم. وبعدين ما بنقدر ننزلها بجدول، يعني ما لها بنت وما عرفت شلون جنابك. اي نعم اي نعم. ولذلك بدي منك تساوي لي المبلغ ب 25,000 ليره سوري. 25,000 بدل 5,000. ايوه. بس عدد المدعوين ما بيتحمل. مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة، الله يخلي لي اياك. مو مشكلة. لأنه نحن ما راح نحط عدد المدعوين، نحن راح نقول غدا على شرف الوفد المصري. بدون العدد. بدون عدد بدون شيء. أيوه. طيب ممكن نشوف الفاتورة؟ تكرم عيونه. شريف. أهلي. 25,000 ليرة؟ نحن كلنا أربع أشخاص، يعني لو كل واحد آكل خروف ما بتطلع الفاتورة 25,000؟ أستاذ هيك وصلتني الفاتورة مثل ما لك شايفة نظامية يعني. طيب اطلبي لي صاحب المطعم اللي غدينا الوفد عنده. حاضر أستاذ، ثواني بس. كل اللي أخذناه بالسكر أربع فراريش وصحنين متبل مجاويز وصحنين حمص مجاويز وكولا. معقول؟ شو هالفوضى هي؟ لك شو ما في تموين؟ ايوه استاذ المطعم معك على الخط. طيب شكرا. الو يعطيك العافيه. لا لا انا المدير العام. اهلين، نحن غدينا عندك الوفد امبارح بس بعت لي فاتوره. لا الاكل طيب مو مشكله الاكل، بس بعت لي فاتوره ب 25,000 ليره. نحن كل شيء طلبناه بتذكر اربع فراريج وشويه مقبلات، فحسبت حساب تكون مخربط مع طاولة تانية. شو هالحكي؟ طيب آسف آسف عدم المؤاخذة. لا لا شكرا لك شكرا. أنسة يا مال اطلبي لي الأستاذ سعيد فورا. هو عندي أستاذ. خليه يدخل. شو هاد؟ عم تمشي المي من تحتي وما لي حاسة؟ يا حبيبي وصل البلة دقني. ادخل. نعم. شو هاد؟ شو هاد؟ انا عم بسألك شو هاد؟ سيدي هي فاتورة غداكن مع الوفد المصري مبارح. وغدانا مع الوفد المصري ب 25,000 ليرة؟ سيدي هي الفاتورة ب 5,000 ليرة بس انا طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة. معناتها حكي صاحب المطعم مزبوط. وليش حضرتك طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليره؟ سيدي حتى نغطي نفقات ثانيه. سيدي وشو هي النفقات الثانيه؟ شبك ما ترد. سيدي يا ريت تعفوني من رد. اذا ما بدك ترد قدامي فراح ترد قدام لجنه تحقيق رسميه. لا سيدي لا بلا تحقيق، اسالوا الاستاذ ممدوح هو بيشرح لكم. كمان الاستاذ ممدوح بهالشغله؟ هذا الاستاذ شلطه اسمه. استاذ ممدوح يا ريت تشرف لعندي. الضمير يا ابني ما بده مين يتابعه، هذا واجبك، والامانه ما بده مين يتابعها. بدكم تسرقوني؟ تسرقوا المديريه؟ طول بالك سيدي طول بالك. ادخل. خير استاذ على طلبتني. هي انت وهي الاستاذ ممدوح، تفضلوا اشرحوا لي الموضوع. اني موضوع استاذ؟ موضوع فاتوره الاستاذ طارق اللي صرفناها من يومين، انا ضميتها لفاتوره الوفد المصري. ومنو هذا الاستاذ طارق؟ سيدي الشغله بسيطه ومو محرزه، المحروس ابنكم سهر سهره مع رفقاته وانبسط فيها فبعثوا لنا الفاتوره على الوزاره وصرفنا له اياها. طلع شو هاي الصوره على الفاتوره. مين سمح لكم تصرفوها؟ مين قال لكم تصرفوها؟ ليش ما استشرتوني قبل ما تصرفوها؟ يا استاذ قلت لك الشغله مو محرزه، ثانيا حضرتك كنت مريض بالبيت يعني وعينك اليمين بلا مؤاخذه كانت. هلا انتو غشمه ولا عم تتغشموا؟ ابني سهر مع رفقاته، شو دخل المديريه تدفع له؟ يا استاذ خفنا يزعل اذا ما صرفنا له اياها. ها وما خفتوا لا ازعل انا واخرب بيوتكم؟ ها طيب غدا الوفد المصري ب 5,000
وفاتورة طارق ب10,000. العشرة التانيين منين؟ سيدي هدول احتياط لقدام. يا عمي شو عليكم؟ إذا أنتم كبار الموظفين بالشركة عم تتصرفوا بهالطريقة، فلا عتب على الموظفين البقية. سيدي كل شيء بيتصلح. طبعاً بده يتصلح، وفوراً كمان. حسين، هاي الفاتورة تبع طارق تاخذها المحاسبة وبتقول لهم يخصموها من راتبي، وأرجو إنه ما يتكرر هالموضوع مرة ثانية. أنا ما قلت لك لا تصرفها لحتى يجي سيادة المدير. لا ما قلت لي. لا قلت لك. تفضلوا لمكتبكم أنتوا اثنين، يلا تفضل. 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 اطلع. بسيطة. صدقني قلت له. يعتذر منك ويوعدك ما يكررها. شو قلت؟ خليها لبكره، بلكي بكون هديت. هلا انا مالي طايق اشوف وشو. لا ما راح اخليها لبكره، لازم نحل الموضوع اليوم. ما بدي اياكم تضلوا زعلانين من بعض. انا رايحه احكي معه. فاتورة من الشركة يعني عملت له شوية إحراجات. الله يخليك يا طارق، ما بدنا أبوك يضل زعلان. قوم اعتذر منه وقل له إنك ما عم تستعيدها. خلاص بكرة. لا هلا. قوم حبيبي قوم، قوم الله يرضى عليك. حبيبي من شأني قوم لعنده، قوم اعتذر منه الله يوفقك. طيب من شأنك بس. الله يكبر شأنك يا ابني. قوم قوم حبيبي. يلا وشانك كمان، يلا شانينا سوا. تفضل يلا. وين فوق؟ فوق طلع فوق. يلا من شانك. والله من شانك.
اعتذر وارجوك انك تسامحني واكد لك انه هالحادثه ما تتكرر ابدا. اول شيء بدي اياك يا بابا تشد حيلك وتحكي مثل الرجال. انا متاكد انك مالك مقدر خطوره الشيء اللي عملته، بس لازم تتذكر انه انا مدير عام، يعني وضعي كثير حساس، والناس اللي صرفوا لك الفاتوره عم يستنوني على غلطه ليشاهدوا فيي، يسيئوا لسمعتي، يبتزوني ويمرقوا 200 فاتوره ما قبيلها. شوف ابي، هن مستعدين كل يوم يصرفوا لك فاتوره، بس مقابلها بيصرفوا لحالهم مئات الفواتير بدون ما احسن امنعهم او اعترض. يا بابا انا ما جمعت ثروه بحياتي، انا كل راس مالي بهالدنيا سمعتي، بقى بيهون عليك تتلوى سمعت ابوك باخر ايامه. انا اسف بابا، انا ما كنت متخيل انه المساله رح تكون خطيره لهالدرجه. اسمع يا طه، شد حيلك شد. شبك مثل الدود الوحيده، وين عم تطلب الاكل؟ اسمع، انت واختك لازم تكونوا مبعث فخر واعتزاز بالنسبه لي، مو مصدر قلق وازعاج. لا تاكد بابا رح نكون مبعث اكيد. ما في امل، روح. اوكي سماح سماح. شو صار؟ حط لك الغداء؟ احسن شيء طعميني لانه بدي روح شوف اختي. يلا ثواني بيكون جاهز. عيلة بتكسر الضار. وهلا شو بدي اعمل؟ ما بعرف، انا مخرج ماني مؤلف. ما بخبي عنك الفرع عندي فلتان، اذا ما مسكت الراس الكبير ما راح يمسك معي الفرع. قصدك المدير؟ ايه نعم. طيب نقله وحط واحد محله؟ لك شو نقله؟ شو الشغله فوضى؟ ما في شيء بين ايدي ضده، بلكي طلع مظلوم. طيب المدير ما عنده سكرتير، سكرتيرة، مدير مكتب؟ أكيد. طيب نقول شي واحد منهم لسبب من الأسباب وحط واحد من طرفك بينقل لك كل الأخبار. بخاف ما يقدر يحصل لي المعلومات اللي بحتاجها، لأنه هذا المدير حريص وما بظن أنه بيلقط حاله بسهولة. لكان شو مفكر تعمل؟ ما بعرف، ساعدني أنت بشي حل. طيب شو رأيك؟ لقيتها. شو رأيك؟ فكرة رائعة كثير، رح تسمح لك تفوت على كل غرف المديرية، بس يا ترى رح تقدر عليها؟ هلا كل شيء قدرت عليه ولساتك بتشك فيه. أنا ما بنكر إنك نفذت كل أدوارك بصورة دقيقة جدا ومحترفة، بس الدور عم تفكر تلعبه مو سهل، وهي غلطة ممكن تكشفك وتفشل كل الخطة. بعرف، مشان هيك أنا لازم أتمرن على الدور منيح، وأنا رح باخذك على محل يساعدك على التمرين كثير كثير. أيوه شامل. هلا حاجتك أروح فوت البيت، خلينا نمشي. اللي بيشوفك مستعجل بيفكرك مستعجل شوي. يعني شو رأيك تعمل لنا 2 قهوة على ذوقك مشان تتمرن تاخذ ايدك؟ هلا وقت مسحة خلصني جاي جماعة على البيت. يلا البيت جد. شوف لي صبان صبان صبان، ليك شوف لي الفردة الثانية. احمد جد دور بعدين لا خلصني الفردة الثانية. شو ها ليك؟ لا هلا انت هيك بدك تروح؟ ايه شو فيها؟ بتضحكوا عليها كثير كثير فاقع. لحظة بعدين مشان ما يعرفوا. شو بس؟ لحظة هي لا خلصني فليني يلا. ايه يلا يلا مشي. جاكيت وين؟ تعلم قد ما بدك يا سيدي، هذا احسن محل بيتعلم منه الواحد. واحد.
جاي. الممثلين اللي عنا يتصرفوا مثلك هيك ينزلوا يشوفوا الناس قبل ما يسلوا ادوارهم، كانت حالتنا الفنيه احسن من هيك بكثير. انت بايش ولا بايش؟ يا حسره شكرا معي يا كبر. يلا لا لا